ختامي المرموم 2016 2015، وهذه هذا الشوط خاص بفئه اللقاية البكار، وهذا هو شوطنا السابع. نتجه مباشره الى مقدمه الشوط لنتعرف على المراكز العشرة المتقدمة الأولى المسموح لها بالنداء والإذاعة. إذا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول من خلال الشعار عند براية على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط علي بن سعيد براية المري. أو هنا المقدمة منصورة لعزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، الوثبة 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 عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، غاية لصالح بن جمعة بن مبارك على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، وصلت ضرغامة لمحمد بن سعيد بن هويمن العامري. ننتقل إلى المركز الخامس ومن تتقدم فيه وتتسلل في هذه اللحظات، أمجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية على المركز الخامس. دور المركز السادس، الذيبة 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 عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، وعلى المركز السابع من تحمل الرقم 7 الشاهينية راشد بن خليفة بالمرة النيادي على المركز السابع. المركز الثامن، الوصول والانطلاق من الشاهينية، عبد الله بن خلفان الدويس الشامسي. وعلى المركز التاسع، التسلل والتقدم من قبل الشكل محمد بن طالب بن محمد، محبة لناصر بن محمد بن علي المنصوري. ننتقل إلى المركز العاشر ومن تتسلل من الجانب الآخر. المركز العاشر ومن تتسلل إلى المراكز المتقدمة الأولى، الوصول والتقدم من ميرال أحمد بن صالح بن علي الحميري. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى جائزة هذا الشوط، جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول، وهي سيارة بالانتظار. سيارة لمن من هؤلاء المضمرين العمالقة في ختامي المرموم؟ النقطة بنقاط كبيرة وكثيرة، الكل يطمح في اختطاف نقطة حتى لو شوط نقدي، المهم الاختطاف نقطة الشوط والناموس هنا في ختامي المرموم الذي شهد إقبال جماهيري كبير وأرقام قياسية سجلت في هذا العام. فاقت 11,000 مشارك ومشاركة حضرت في هذا الشوط. يا مرحبا بضيوفنا الأعزاء، والعودة إلى مقدمة الشوط. يا سلام، بدأ التنافس، بدأ التنافس في هذا الشوط، بدأ الانطلاق. التقدم من منصورة، عزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف أحد أبناء المملكة العربية السعودية الشقيق الحاضرين. الوثبة 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 يا الوثبة، على المركز الثاني الوثبة، عبد الله بن علي بن رشيد الاكتبي. يا سلام يا بن رشيد، يقدم الوثبة. شوف المركزين الأول والثاني جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب. الوثبة 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 ومنصورة، الوثبة ومنصورة. يا سلام، عزام الشمري وبن رشيد في معركة مسائية في هذا الشوط في ختامي المرموم. المركز الثالث، الانطلاق من أمجاد سعيد بن عبد الله بن ملهية. يلا يا بن ملهية، يلا يا راعي أمجاد. أمجاد رصيدها مليء بالإنجازات. المركز الرابع، يصل في هذه اللحظات الشعار الشحاني، شعار البرنس بن عقيل، قادم يبحث عن النقطة الثانية بعد النقطة الماضية قبل قليل. الشكل محمد بن طالب بن عقيل على المركز الرابع. وشوف الجانب الآخر، شوف الجانب الآخر يا بو، غاية لا مفر من غاية في هذا الشوط أبدا أبدا أبدا. من انطلقت في المركز الثالث وخطفت المركز الثالث، غاية تنطلق. صالح بن جمعة بن مبارك، وين موقعنا يا شباب؟ اقتربنا من لوحة الكيلومتر الأخير. والعودة إلى دكتور الأصايل. يا بوي روح يا دكتور، روح بالفوز، روح بالناموس. هذه هي الوثبة، عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي دكتور الأصايل. ولكن يا سلام،
يا بوي يا هذا الانطلاق الرائع. منصورة 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 والوذبة منصورة والوذبة. وانطلقت أيضا الظبي حمد بن سيف بن عيف العامري على المركز الثالث. الشوط وين يا مضمرين؟ اللحظات الحاسمة اللحظات الحاسمة. ولع الشوط، اقتربنا من المنصة الرئيسية يا جماهيرنا الأعزاء. دكتور الأصايل أو من الجانب الآخر الظبي حمد بن سيف بن عيف العامري. يا سلام يا العامري، يا سلام يا سلام يا العامري. انطلق بن عيف العامري كعوائد هذا الشعار الحضور في المهرجانات الكبيرة في الختاميات المثيرة. ختامي المرموم. النقطة في هذا الشوط لمن؟ عاد دكتور الأصايل، تجددت الآمال مع المركز الثاني. الظبي الوذبة الظبي الوذبة الوذبة، انطلقت الوذبة يا دكتور الأصايل في الوقت القاتل. العوير العوير العوير، أبناء العوير سلام يا العوير سلام. السيارة الثالثة في رصيدها. سلام يا الوذبة سلام سلام يا العوير سلام. تهانينا والناموس لمالك الوذبة عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد اكتبي. المركز الثاني الضبي حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. المركز الثالث المركز الثالث وصلت أمجاد لسعيد بن عبد الله بن ملهية. المركز الرابع المركز الرابع منصور لعزام بن ناصر بن رضا زيد الشريف. المركز الخامس غاية لصالح بن جمعة بن مبارك. هذه النتيجة وهذه المنافسة المحتدمة في الأمتار الأخيرة ما بين الظبي والوثبة، ولكن الوثبة هي من خطفت المركز الأول. 7 دقائق 27 ثانية 9 أجزاء من الثانية. يتحطم التوقيت مشاهدينا الأعزاء. إذن 7 دقائق 27 ثانية بالوفاء والتمام. يتحطم التوقيت الزمني، وهذا التوقيت ليس بالغريب على هذا الشعار وعلى أيضا شعار بن رشيد دكتور وأيضا خبير الأصايل ودكتور الأصايل. تهانينا لبن رشيد على اختطاف السيارة وعلى تحطيم التوقيت الزمني في مساء هذا اليوم. المركز الثاني كان من نصيب الظبي، توقيته 7 دقائق 27 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. شكرا يا مالك الظبي، قدمت مستوى وعرض رائع وممتاز. المركز الثالث المركز الثالث أمجاد وتوقيته 7 دقائق 29 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك أمجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.